الله والصلاة والسلام على رسول الله. شاكرين لكم تغطيتكم اليوم معنا في القرعة. الحمد لله مثل ما انت شايف القرعة تمت عليكم وجه اليوم بالنسبة لقرعة الدوري STC للدرجة الممتازة وكذلك الدرجة الأولى. أتمنى التوفيق للجميع، أتمنى إن شاء الله نشوف موسم جيد أفضل المواسم السابقة في تنافس لنهاية الدوري بإذن الله. كابتن، خلال دوري التصنيف كنا نرى بعض الشكاوى من سوء أرضية بعض الملاعب، هل تم تدارك الموضوع في الفترة الجاية إن شاء الله؟ أول شيء مثل ما أنت عارف أن هناك فترة صيانة بالنسبة للهيئة العامة للرياضة المسؤولة عن صيانة الملاعب، هناك في بعض الملاعب تكون خارج الخدمة تكون بالصيانة أو في ملاعب تكون معنا في الاستعمال في المباريات. الآن الأمور كلها طيبة بالنسبة للبذرة الشتوية، الحمد لله الأمور كلها طيبة. يمكن باقي لنا ناديين اللي هم نادي السالمي ونادي النصر، أما بالنسبة لباقي الأندية اللي كان هناك في بعض الأمور الشكاوى بالنسبة للملاعب راح يكون هناك بالنسبة لها صيانة بالإخوان في الهيئة. أتمنى التوفيق للجميع، أتمنى تكون الأرضيات على أكمل وجه بالنسبة لهذا الموسم، أتمنى نشوف موسم جيد وحافل لجميع الفرق إن شاء الله. التوقع المبدئي للانتهاء الدوري إن شاء الله؟ إحنا لحد الآن بعد الفيفا دي مال شهر 6. بعد الفيفا دي مال شهر 6 راح يكون النهائي، يعني بعد الفيفا دي راح نلعب على شهر 6. وتم عمل حساب الفترات الأداء حق المنتخب الوطني؟ إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. عامل يعني شهر مارس راح يكون حق المنتخب. بإذن الله. مشكور.